بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدينا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه معاكم؟ اكله بسيطه كده. ديت ايه؟ الميه دي بتغلي، هفضيها فين؟ على ايه؟ على البلح. بصوا بلح وميه ايه سخنه، ماشي. دي هنا ايه بصلايه هعمل بيها البتاع ديت المكرونه، ودي صلصه. بصوا حطيها اهي، ان شاء الله هعمل مكرونه بالصلصه عندي كمان قطعه لحمه اهي متعصبه، احنا اللي كنت عامله خيار طيب عندي. ده البلح نحطه بميه سخنه اهو. دي بطاطس، هعمل مكرونه بالبطاطس وده البطين، هسوي فيهم البصله واعملهم يعني ايه كده، ماشي يا حبايبي؟ كده نحط كده يعني مرة ان شاء الله اكله جديده يعني اقتصاديه يعني مش مكلفه ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يخلينا كل سنه وانتم طيبين، وربنا المستعان على ما يكون. فكل حاجه هي الله عليك الفضل وهو رب العرش العظيم. ديت الصلصه اهي، كده هحطها بقى الملح والفواكه وهرمي فيها ايه الرصاصات، ماك واحدة برضه وهرجع لكم تاني ان شاء الله. حطي من الشرحانة حتى نحل الدنيا وصلنا عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حطيته تاني يا حبايبي اهو، البصلة اتشوحت، حط عليها ايه البطين، ماشي. مكرونة بالبيض والبطاطس واللحمة المعصرة. أكلة صحية كاملة في الغداء، حط لها كمان دلوقتي إيه معلقتين كده، ما حطيتش ملح ولا توابل ولا أي حاجة أصلا، في اللحمة معصبة ومستبدلة ومعملة كل حاجة. الصلصة ديت ما حطش فيها لا ثوم ولا بصل ولا اي حاجة عشان هي كنت عاملاها مع بطاطس، معمولة فيها بصل وفيها ثوم. حط لها بقى معلقتين
الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطكم حطينا وبعدين نحط المكرونه. المكرونه هحطها اثنين ماشي، ودي هتبقى على الطبق من فوق. ربنا المستعان. توكلنا على الله، على سيدنا محمد وعلى الصحبه والسلام. ارجع كلكم تاني يا حبايبي اهو. عملت المكرونه اهي بالصلصه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اهيتي ماشي. وهنا نحط عليها ايه؟ دوت اللحمة المفرومة، وكسرت عليها بطين ببصلية كده ماشي اهي. اكلة مغذية وحلوة اهي. بصوا، ودي بطاطس اهي. بطاطس كده بحبة الصلصة اهي. ايه رأيكم؟ اهي اهي يصلح لنا حالكم. نقول لكم ايه، الواحد لو لا صايم كان ده السلطه ماشي. ودي بطاطس، وده لحم مفرومه بالبيض، ودي مكرونه اهي. ايه رايكم بقى؟ اكله صحيه ومغذيه، فيها لحمه فيها بيض فيها بطاطس فيها مكرونه بالصلصه، ودي سلطه. وربنا يصلح لنا حالكم، وتفضلوا معانا بالف هنا وشفا. لو لا صايمه كنت دوقتكم يعني، بس يلا ربنا المستعان. نقول لكم ونترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو قادم. مع السلامة.